طب والمستشار مرتضى منصور؟ المستشار مرتضى منصور ايضا من الاشخاص الانفعاليين جدا 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 في الحياه، جدا انفعالي الى الغايه، يعني بيفتح بقه تنطلق منه طلقات الرصاص تك 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 تك، ولكن قلبه طيب جدا، وتقعد معاه تضحك. ولو اجيت جنب مصر انت ممكن تبص تشوف مرتضى منصور تتحول لوحش بشكل او اخر. انا اختلف معاه احيانا في مدى الحدود اللي عنده في انتقاء ألفاظه وتحركاته. هو رجل طول عمره طريقة كلامه وطريقة كذا، ويمكن الناس كلها كده، لدرجة انها تحول ايضا الى طريقة، يعني انت تقول ده طريقته زي مرتضى منصور، يبقى تعرف على طول انه سيصطدم، سيتحرك، سيهاجم، سيكون له تعليقات لاذعة حادة للغاية. انا مش كده. طيب